سلام سلام حبيباتي، كيراكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وانتم ما تشاهدوا اليوم نهار جديد، وصفة جديدة. اليوم جيتكم بوصفة تاع العادة والعوايد اللي ما نفرطوش فيها اجيال واجيال، وهي المسمن. لكن ديروا بطريقة كما نقولوا غابيد ومريحة، بلا دلك بلا عجن علينا بلا تعب. قبل ما نبدو بالوصفة والطريقة، صلوا وسلموا على حبيبنا المصطفى عليه ألف صلاة وسلام. مسمن هو تاع الشان، هو تاع الحمى، هو تاع الضيفة، هو تاع الكبرى. أنا بوغ موا كي من هاك اللي كبر بيك صحة تحطي قاط وتحطي، مي المسمن هو تاع الكبرى، يبقى تاع الكبرى. جو سي با لي توافقوني الرأي ولا لا. نبداو على بركة الله. بسم الله، اش غادي ندو؟ غادي ندي السميد الرقيق، الرقيق ولا اللي يسموه في المغرب بالفينو. فوالا، سميد رقيق. غادي ندي منه، غادي نعبر معاكم ديريكت. كوب، اثنين، ثلاثة. غادي ندي ثلاث كيسان سميد رقيق. رقيق على رقيق البنات، الدق كيما نقول لكم دائما. ثلاثة نتاع سميد رقيق غادي نخليهم في البول كيما هكاك، نوخرهم. غادي ندي ثلاث كيسان تاع ما، وغادي ندي الغراف تاع بلندر. بلندر غادي ندوب بلندر، غادي ندي ثلاث كيسان كيما ديت ثلاث كيسان تاع سميد، ندي ثلاث كيسان تاع ما. ما عادية، ما هو حامي، ما هو مدفي، ما والو، عادي من الروبيني، ما عادي. هاملة ثلاث كيسان تاع الما، غادي ندير لهم انايا هادوك ثلاث كيسان نتاع سميد. غادي ناجوتي الملح حسب الذوق، ديروا الملح كما تعرفوا في المسمن. غندير الملح، وغادي ندير شويه تاع السكر كما تنجمي تعوضيها بشويه احسن، اللي يعطينا التحميره ماشي يعطينا الحلاوه. غادي ندير ملعقه اكل نتاع سكر تعطينا من بعد غير التحميره، سيتو. فواحد ربع ملعقه تاع خميره الخبز، ربع ملعقه تاع خميره الخبز، غير شويه، واحد الرشه خفيفه ماشي باش تخمرها لنا، غير تخففها لنا شويه. اوكي، ونضرب كلشي بالخلاط. فوالا، كي تخلط بيان شوفوا، نوريكم كيفاش ولات ولا القوام تاعها. شتو؟ ينطحن كاع، يولي كريمي عندكم، يدوب هذاك السميد. حنا بينا هذا الخلاط نعوضوا العجن، خاطرش هذاك العجن حنا نديروه باه نكتلو كيما نقولوا بالمعنى تاعنا، باه نكتلو الحبه تاع السميد، رطبوها نطحنوها افغي دير. دونك حنايا نسهلوا على رواحنا، حنا بنضروك شويه عندنا العز الجله نحوسوا على حاجه سهله، اطحن وفوت. نو مي سي براتيك هذا، ولا سي براتيك ديريه يطحن لك كلش، يعوض لك هذاك العجن. سبحان الله، كاين اللي ما تنجمش توقف وتعجن، كاين سبحان الله كل واحد دوله صح وصح تاعو باش ما نقارحش بزاف كيما نقول. هذا بالخف ديريه بوجد، تي با اوبليجي تقارعي وتعجني وتعاودي لك تعجلانه ولا ضياف، ولا حنا نخمو غير في الضياف. دروك في هذه الاثناء غادي ندي انايا زوج كيسان تاع فارينة اللي عبرنا بهم السميد، غادي ندي زوج كيسان. اجوتي الاول ونأجوتي الزاوج ونشوف. غادي نبدا نلايمهم، الى قعدت مطلوقه العجينه نزيدها شويه فارينة.
باسكو على حساب السميد اللي يشرب اللي ما يشرب ابا قصها. هي قادره تزيدي حتى الربع كيسان تاع فارينة في هذا الحيطان كيما هكاك، وغادي نلموها نديروها في ان فيلم اليمونتيغ وخلوها ترتاح واحد 15 مينوت. لي في انا ما خليتهاش ترتاح بزاف كاع 15 مينوت، خليتها واحد 9 مينوت هذا ما كان وليت لها. جو بريفير تريح لي من ندير هذه بول سي بوكو ميو. ديت ان بلاطو هكاك اللي غادي ندير له الزيت، نمسحها كاع بالزيت هكا ونبدا نوجد ديال العجينه. العجينه تمسحيها بالزيت وتخليها ترتاح لا تبرد. غادي نشمخي دي بالزيت هكا وندير هذه الطريقه. انت على حساب لابول على حساب شحال قدها راكي باغي ديريها. انا بندير شويه كبار باش يجيني بيان فايتي من الداخل. دوك شوفوا طريقتي هنا. نبدا نقطع في البول كيما هاك، نرحموا على الكبار اللي علمونا، الكبار اللي علمونا علمونا المسمن، علمونا التقاليد تاعنا هادو كاع توسكي تراديسيونيل كيما نقولوا، توسكي تراديسيونيل في لا كويزين تراديسيونيل تاعنا. علموه لنا، نقولوا الله يرحمهم. انا جداتي الله يرحمها هي كانت تعلمنا هاد الصوالح اللي كنا صغار، كانت تدير هذا المسمن، دير الرقاق اللي يقول له تريد، يقول له تريد فوالا في شي بلايص في الجزائر وكاع. دونك كانت تعلمنا كي نخاف نحكي لكم جو راكونت ما في نو والله باش حنا حتى بنياتنا ان شاء الله تاني نعلمهم. كنت من ندير المسمن وكنت نخاف من الرقاق اللي نخدمه. كانت تقول لي كي تعرفي ديري مسمن صافي تعرفي ديري رقاق. ديكو عطاتني هي ولات مين تبغي دير رقاق تعطيني تقولي لواحد تعطيني القصعه وتدي لي لي ميزور تاع السميد ايتو وتقول لي ايا انت يد اللي كيهدروك. كنت صغيره والله كنت نفكرها نقول الحمد لله والله الله يرحمها والله يرحمها في ديك الرقده والله. على يدها كيما نقولوا تعلمنا هاد الصوالح هادو تاع تراديسيونيل. علاه كبير مليح في الدار، كبير مليح في الدار. اي والله يرحمهم كاع. هذا جيست ان باساج البنات، هذا جيست ان باساج. احنا تاني بنياتنا ان شاء الله ربي قدرنا نعلمهم، ما نقولوش بنات دروك وكل شيء واجد. نو تلقى دريحه تصيبه سبحان الله، واي وحده تلقى حاجه تلقاها تسترزق منها، تلقاها دير لوليداتها، تلقى سبحان الله. ما نقولوش لا صاي فيني وكاين اللي يخدموا، راه اللي يخدموا هاد الصوالح يبيعوهم فاش خير منك انت. هانو ديتي تاني شمري على دريحتك وديري كلشي، راه كلشي راه ساهل. فوالا البنات، انا دروك غادي نخليهم هنا يرتاحوا، نغطيهم في الماليمونتيغ ونخليهم يرتاحوا. بون لي في هنا انا درت الحديده هذه تحمى، انا عندي هاد الحديده نخدم فيها تخدمي شحال حبه خطره وحده. دوك بعد نقدم لكم. وجدت السميد رقيق كيما اللي خدمنا به العجينه، درته في بول. عندي الزيت باش نحلو العجينه في بول، وعندي هنايا درت ان ميلونج تاع لو بوغ مع شويه تاع خميره الحلويات، هادي تعطيها كيما نقولوا باه نديرو داك جونغ فايتاج. وجدتهم على جهه هادو تاني، وغادي نبدو. ما خليتهاش ريحت بزاف البنات، حدي دي مينوت دي مينوت هكا خليتها. وغادي نبدو نبدو نخدمو في المسمن تاعنا. هكا ما تخافي منها ما والو، ليسونسيال يكون عندك بلاص وين تحل عجينتك وتشوفي ما تحركتش فيه تحت يدك. ديري شويه زيت وبدي، هي الزيت هو اللي يمشيها والسميد تاني كيكون كاليتي شابه. ما غاديش نكذبوا ونقولوا لا سميد ومنا، سميد تاني يلعب دور، سميد هو اللي يلعب دور في المسمن. هنا نقلعهم هادو باسكو هما اللي راهم يجرحوا لي العجينه، راهم يشرحوا لي العجينه من توشي. هذا
الطريقه نفس عجينه المسمن هي عجينه المحاجب. دونك تنجمي غير كيما هكا تحليها وتعمريها وتخدميها محاجب نورمال. اللي ديري المسمن ديري محاجب، واللي ديري محاجب ديري الرقاق بمعنى تريد. دونك هي عجينه واحده. نحلوها بيان يا بيبيان. كم تشوفوا البنات تحلت البلون طرافاي، البلون دو طرافاي تاعي راه يبان. تشوفوا غير شوالم وسعي بالك اختي غير بشويه، كاع ما تعرفيش تخدمي مسمن حقرا روحك. علاه اختي جربي غير بشويه. يا سيدي ديري غير كاس تاع سميدو ونص كاس فرينه، خلطيهم وخدمي كل يوم كويره، كل يوم كويره تاع عجين وتي تعلمتيه. ما كاش حاجه صعيبه، ما كاش حاجه مستحيله، ما كاش حاجه مستحيله. تكون عندك اراده تقولي علاه اللي يخدم مسمن انا خير مني، هي ديري روحك الكوراج خدمي اختي وخدمي حاجه نقيه في دويرتك و ها ديريها لولادك. فوالا تشيطي في دارك كيما نقولو حنا تشيطي في المناسبات، تشيطي للضيافه، تشيطي في اسيدي بلا ضيافه عليك، تشيطي غير لولادك وفي العيد نبغوا ريحه هذاك الزيت صبحيه العيد وكاع. انا نكذبش عليكم ما درتهاش هذا العيد، لا غالب كيكون راجلي خدام تجيني حتى حاجه نهار العيد حتى حاجه ما تكون بروغرام يخسر. بون نديرو دروك سميد هذاك الريك ونبداو كيما وريناكم كيما هكاك نوصلو غايه باه يجينا الفيطاج كيف كيف يعني. وردو هذه لنا هكا فوالا ونسكروها بيان. نديرها شويه هذيك الزبده مع خميره الحلويات. تنجمي ما ديريهاش الا كانت تخافي العجينه تغابناك وكاع، تنجمي ما ديريهاش. ونبداو نطبقو ونيفيتو هذوك التكوار، ما نكوروش العجينه الداخل خاطرش كون نكوروها غادي دير لنا داك العجين، غادي تتعجن لنا تخلي لنا الكويره تاع العجين فيها. غادي نردو هادي نقدملكم هنا حديده، هادي رحمه رحمه رحمه. تخدمي بكونتيتي سوسوا مطلوع ولا غندير شويه تاع زيت. تخدمي مطلوع ولا تخدمي شحال الحبه على فوا. غادي ندي الحبه نحطها ونسقمها بيان. C'est mieux. Voilà. Et là, je suis assise à côté. هذه تخدم شحال من حبه، انا غير باه نخف نوريكم باسكو سا فا بروندر اون ايترنيتي. نقعد غير بالحبه وغير بالحاجه فوالا شويه ونقلبها هاك. و ميم طون نقعد نوجد في الحبه الاخرى باش نديرها. باش ندير شحال من وحده خطره وحده نخدمو أو ميم طون. تبغي تكبري، تبغي تصغري، تبغي كيما تبغيتي، تقولي تقلبي فيها كيما هكاك هي طيب وانتي تقلبي، متقريهاش تتحمر،
كاع من جهه عاد باش تقل بها، تبقى العش كاع تتحمر من جهه. حنا نقعدو او ميم طون نحلو في الحبات، ديريهم المربعات تاعك وخر على جهه يريحو. انا يا دابيتود كي نخدم، انا غير مره نصور معاكم راني نخدم كي من هكا. دابيتود انا كي نخدم ندير كيما نقولو نديرهم هذوك المربعات كاع نوجدهم، ومن بعد نبدا نطيب، نبدا غير نرفد ونحل المربعات هذوك يكونوا نرتاحوا بيا ونبدا نطيب. مانقارحش حتى بالحبه 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 باسكو ماشي الميثود، انا غير من في التصوير راني ندير لكم كيما هكا. ولا البنات دليل على الفويتاج، كي ينتفخ لك المسمن كيما هكا دليل بلي خفيف والفويتاج راه مليح عندك تاعه. الا قعد لك ملبص كيما هكا عرفي بلي درتيه معجن والعجينه ما ريحتش. العجينه كي ما تريحش دي لك هذاك التلباز كيما هكا كما هي. فوالا البنات انا غادي نكمل بهذه الطريقه، كمل الحبات اللي عندي تاع شوفوا حمر كيما هاك. انا نحمرهم بهذه الطريقه كما قال حبات اللي عندي، ونتلاقى ان شاء الله نوريكم النتيجه في الاخير. فوالا حبيباتي المسمن تاعنا راه واجد، شوفوا ما شاء الله كي محمر في شباب المسمن تاعنا. شوفوا طري شفتوا يجي طري توجور. كي ديروا مسمن ديروه في كيما نقولوا ديروه في ساك بلاستيك، ها يجي روعه روعه البنات. شوفوا خفيف وروعه، شوفوا يجي رقيق ما يجيش معجن. شوفوا كي داير طوب البنات، طوب 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 طوب. جربوا الوصفه هذه وردوا لي خبر. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع كوزين ناديه سامبلي فاسيل. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.